تحصل. يعني هو عادة، بس عايز اقول لكم على حاجة، عادة الامتحانات سواء العملي او الاورال او الحاجات دي، كل اسم متخيل ان الطالب مش بيذاكر غير المادة بتاعته. ده الكلام ده لما كنت انا طالب، يعني في الانابلمي لما كنت انا طالب كانوا متخيلين ان احنا طول السنة ما بنعملش حاجة غير قاعدين نذاكر بس. وابتدوا يسألوا من الفكرة ومن الطرف ده، يعني حاجات غريبة. لكن عموما يعني انت اعمل عليك وسيب على ربنا بقى. يو كان بريدكت ايه ممكن يحصل في امتحان اورال. يعني امتحان اورال ده بقى ده دعوة دي بيطلع هنا عارف؟ فانت ما تقدرش تقول ايه اللي هيحصل، انا ذاكر لا مش مذاكر، لان الامتحان كان صعب، لا الاكزامينر كان مش عارف ايه، كل الكلام ده بيختلف من واحد للتاني ومن اسم للتاني، وما تقدرش تحدد الدنيا هتمشي ازاي فين يعني عارف؟ انت اعمل عليك خلاص. بالنسبه للامتحان العملي بتاع الاناتومي، كتير قوي كانوا بيسالوا مذاكر ايه في الامتحان اللي جاي دوت؟ معايا؟ يا جماعه قدامك حاجه من اثنين، ما تدورش نفسك. يا اما في كتاب بتاع العملي اللي موجود معايا. معايا؟ ده كتاب اعتقد انه لسه محدش شافه. كتاب جديد بالله لسه شايفه دلوقتي على الرؤيه بيجمع. معايا؟ وانا كان عاده انا وانا طالب كنت بكتئب قوي لما الاقي عندي كتاب من الكتب بيجمع كده. كتاب ما اتفتحش ولسه هقرا من جديد، فكان بالنسبه لي بقى صعب. لو انت حاسس ان الموضوع ده صعب عليك، ارجع لكتاب النظر اللي انت بتذاكر منه من اول سنه وراجع منه اول منه. معايا؟ العضلات، العضلات كل العضلات انت مطالب بيها. معايا؟ يمكن بنقول ان السبور ماسلز اللي في الهاند والفيت صعب ان هي تيجي، بس خليها اخر حاجه تراجع. العضلات الرفيعه في الهاند او في الفوت اخر حاجه تبص فيها. كل العضلات انت مطالب بيها اوريجن انسيرشن اكشن نيرف سبلاي. نيرف سبلاي ما فيهوش مشكله، لان العضلات متقسمه لجروبس. كل العضلات الكومبارتمنت الفرنيا خدوا اكسبت مش عارف ايه، فده سهل بالنسبه لي. اوريجن انسيرشن تلغرافات. لما تذاكر المفضل تلغرافات، بمعنى اولا وهو بيشرح لك الاورجن، العضله طالعه من ابر تنتين البوستيريور سيرفيس مش عارف بتاع ايه، خلاص يبقى طالعه من بنت بتاع كذا، خلاص بقى انت فاهم ازاي؟ ما تقعدش تدقق في كل كلمه لان مش هتخلص. خد على طول طالعه مين؟ من الباك مش عارف ايه؟ من الفرونت؟ من اللاترال سيرفيس بتاع التيبيا؟ من الميديا سيرفيس بتاع الفيت؟ انصار. ما تقراش الكورس بتاع العضله والدايركشن بتاع الفايبر، ما عادش هيسالك فيها. العضله ليها زي مثلا في الابر ليمب سوبرفيشاليز، في 3/4 صفحه بيشرح لك التند بتاع السوبرفيشاليز بيشيل فين؟ لا، العضله ليها هيميرو ابر هيدي كذا كذا، دي طبعا دي مش عارف كومن فليكسور ايه، دي طبعا مش عارف ايه، تك تك باختصار. انسيرشن فين؟ 1 2 3 4. يعني مش عارف اقول كلام هلوسه ولا ده معايا، يعني حسيت ان انا مع نفسي لوحدي كده. هي دي الطريقه اللي شكل بيها العضلات، ودي اكتر جزء موجود في الامتحان ده البطن، يعني ده جزء كبير. وانت عارف ان امتحان الفاينل مش الامتحان بتاع الثوركس والابر، امتحان الفاينل هم 12 ترابيزه، 11 دي ايمجنج يا ابني اشعه، واعتقد محاضره ايمجنج اعتقد من 23 هنا في المدرج ده. الف فين؟ في الف عشان الناس كلها ايه؟ يبقى 23 مش كده 23 4 الشهر ده. هتاخد محاضره ايمجنج اناتومي، مش مطلوب منك تعرف الاشعه دي نوعها ايه، انت بس تكتب البيانات معايا المطلوبه، وعاده الترابيزه 11 بيبقى عليها خمس درجات وكل ليفل بدرجه، يبقى في خمسه ليفلز هيجوا لك اشعه ايه واشعه بي، دي عليها ثلاث حاجات ودي اثنين، يعني مش كل كمان التفاصيل اللي في الاشعه بتسال فيها. الاشعه مش مطلوب منك تعرف نوعها ايه، وفي نفس الوقت كمان خلي بالك الاشعه ما هي الا الاناتومي، يعني مديك شولدر جاي خلاص بقى، هي مش عارف يعني الحاجات اللي انت المفروض ان انت مذاكرها او عدت عليها قبل كده. ال 10 ترابيزات اللي قبل كده في الغالب هي التوسيع 4 ابر 4 لور 2 تورس. معايا؟ 4 ابر 4 لور 2 تورس كده يبقى كام؟ 10. تمام؟ في الابر وفي اللور ترابيز عليها عظم وترابيزتين عليهم عضلات او ترابيز عليها عضلات والباقي نيرفز وفيسلز. وانت بحظك بقى ايه اللي يجي؟ متخيل؟ ما حدش بيجيب الحاجات الصغيره في الغالب الحاجات الكبيره. يعني انت متخيل ازاي؟ يعني انا بقول اصعب امتحان جه اتمسك فيه بروفاندا فراكاي او بروفاندا فيلوس. يعني ده يعني حاجه ايه؟ دي حاجه. او في ناس قالوا لي قبل كده في الريديال ارتري اتمسك في الستار بوكس. سهل يا جماعه، مش عارف انت ليه بتعقد الامور؟ يعني خليك مرن في الامتحان. يعني عارف ازاي؟ ما تخشش بخمسه سته سبع كلمات في دماغك، يا تلاقيهم يا ما تلاقيهمش، لو ما لقيتهمش تحتاج. لا الدنيا مش كده. ما هو مش فاهم يا جماعه، بس عايز اوصلكم حاجه صغيره. مش دايما انت تبقى قاعد في العياده بيجي لك عيان بيقول لك الاعراض اللي انت قريتها في الكتاب. مش دايما بيحصل كده؟ ساعات بتسمع كلام غريب، فانت لازم معايا تفكيرك يبقى مليان
شويه اتمسك هنا اللي موجود على النرجه الاسفنج بتاع الريست، وحاجه بالتخن ده وبالحجم ده ممكن يكون نرف، استحاله يكون نرف، لان كل النرفات جايه من فوق فبالفعل تنتهي هنا، انت بتبقى كده رفيعه صح ولا لا؟ ممكن يكون عضله خلصانه جوه، بس العضله هتبقى ليها اليوم ملفه كده. التفكير ده على فكره الكلام ده بيحصل في ثواني وانت باصص على الحاجه، عشان كده بقول من فضلك وتبر الحاجه اللي هتتمسك اعرف نمبر 1 انت فين؟ انت فين؟ يعني جت عيان انا اقرب ولا هو اللي ادي حاجه. اثنين العين اللي جت ازاي؟ طب انت فين في الابر ليج؟ او جت فين في اللور؟ جت في اللور، انا فين في اللور؟ انا في الثاي ولا في اللاج ولا في الفوت؟ طب الحاجه دي ممسوكه في الصدر فاهم رجل اهو. طب فين وش كومبارتمنت؟ قدام ولا ميديال ولا على الباب؟ طيب سي ماسك لك حاجه على الباب، طب فين ميديال من لاترال؟ كل التفكير ده في خلال 10 ثواني انت بتكون بتجاوب عليه. 10 ثواني ايوه دي الثاي ده دي كانساي ده لسه واحد كبير اهو انا كده على الباب جاي ممسوك ده بقى. شفت انت عرفت ازاي؟ انت ابر ولا لور؟ انت ريجن اسمها ايه؟ فين ميديا من لاترا؟ فين قدام من ورا؟ ده بيسهل عليك لو انت غلطت في حاجه تعرف غير تاني. دي حاجه. تاني حاجه من فضلك لو عديت على ترابيزه وما عرفتش حللها وفي حاجه مربوطه انت مش عارفها. يعني فاهم ازاي؟ خلاص بقى في داهيه. ما انت مش هتموت نفسك. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني انا اهو وتخيل بقى لو كان دي مثلا تاني ترابيزه. يعني لسه في اول الامتحان. انا بقول لك ان الواحد كان بيشوف حاجات غريبه، في ناس بتنهار وتضيع الامتحان كله منها عشان هي ما عرفهاش. معايا؟ يعني تخسر درجتين ولا تخسر 40 درجه؟ 40 طبعا. طيب عايز اقول في حاجه اتمسكت فيها انت مش عارفها، خلاص طب عامل ايه؟ مش عارفها. مش عارف حاولت اجيبها يمين اجيبها شمال مش عارفها. وسمعت في ودنك كلمه موف اتحرك. خلاص اتحرك. اتنقل على الترابيزه اللي بعد منها وانسى الترابيزه اللي انت كنت فيها تماما. في ناس بتتنقل على الترابيزه اللي بعد منها ويسيب الترابيزه وهو عمال يفكر ويقعد يبص كل شويه معايا ويلاقي راح تحت بص قدامك. بيحصل ساعتها. لا غير بص قدامك محدش مش عارف ايه حاجه كده. ما توترش نفسك، خش باعصاب هاديه، انت عملت اللي عليك او حتى ما عملتش اللي عليك مش فاهمك. يعني عشان ما تبقاش يزعل بس الكلمه دي. انت داخل الامتحان خلاص ايه يعني اللي انت عارفه جاوبه واللي مش عارفه سيبه خلاص بقى. يعني فاهم ازاي؟ في حاله او في حل للحاجه اللي انت مش عارفها، لو انت خلاص متاكد 100% انت مش عارفها، طب عاوز تقلل ينفع تكون ايه؟ طيب الديفنس حسب الريجن وانت مين ولا نكرة والمكان ده فين والكلام دوت. وساعات تطلع صح. ساعات ايه؟ ده في اوقات كتيره تطلع صح. فهو كده ايه؟ ده في معظم الاحيان ده صح. هي على طول بتبقى صح. عايز اوصلك ان الواحد بيخش الامتحان وبيطلع هو مش مذاكر ومش عارف عمل ايه، لكن سبحان الله بيطلع كله صح مش عارف ازاي. هي دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا. فعايز اقول لك عينه عدت عليك مش عارفها سيبها وشفت اللي بعد منها، مش عارفها اللي بعد منها انصار لحد ما الامتحان يخلص. مش كافي مش كافي، بس من فضلك اقعد ذاكر. مش عايز اكمل كده. ذاكر. مش عايز عدد ساعات معينه، انا عايز كم يخلص. ما يهمنيش انا بقالي انا قاعد 13 ساعه بذاكر. بس ما قدرتش اخلص غير هو يا دوبك الميديال والباب بتاع الطاقه بس. ليه؟ ليه؟ يعني حاطط فيه الدكتوراه ده ولا ايه ده؟ في ناس بتبقى عامله كده، بيبقى من كتر ما هو وسوس عاوز يسمع زي ما كان بيذاكر زمان. بالحرف وبالكلمه وبالنقطه مش كده خلاص بقى ذاكره. ما قلتها في اول محاضره ليه؟ يو ويل نيفر ايفر ريتش اللي بتاع ثانويه عامه تاني. ده بقى ذكرى دلوقتي. هتحكي ايه؟ هتحكي مين بتحكي مين لولادك قدام؟ ايام ما كنت مش عارف كنت بعمل ايه وكنت مخلص ايه؟ مش هيحصل الكلام خلاص؟ طيب نعم. كل عينه هي كل الترابيزه عليها دقيقتين. والترابيزه عليها عينتين. وكل عين عليها ايدنتيفيكيشن وسؤال. بس. بس على فكره ما هو ده موت ده هنا. وانت عايز تقول اكتر من كده. يعني حط لك الميديا نيرف قبل ما تخش الكبده القصوى. وبيقول لك نيم تو ماسلز سبلايد باي ات ان ذا فور ار. يعني لو انت مش عارف الميديا نيرف وما انتش عارف البتاع ده لو قعدت اسبوع
اهتموا بمراجعات، في عندكم الريفيجنز اللي مين دول، اهتموا بمراجعات العام الانساني. واخد بالك؟ ارجع تاني، رجع طب بص على الدور، بص على الدور، بص على الارض، بص على الارض الدنيا ماشيه ازاي. تمام؟ حاول من دلوقتي تقسم عدد ساعات المذاكره انك تكون مخلص مثلا الابر في خلال 5 ايام. واللور احنا ماشيين فيه يعني عايز تراجع على القديم يومين في المية من اول يوم لحد اخر. هيتلم الدور كمان احنا كده تتلم. يعني القعده كده بس ايه، هو في البيت تقعد تذاكر. تقفل على نفسك الاوضه من ايام العادات بتاعت سامي عمرو بتاعت زمان دي. اقفل على نفسك الاوضه لحد يخرج ولا حد يخرج. قول مش هطلع الا لما اخلص الليل النهارده. او مش هطلع الا لما اخلص الفجر الليل مع بعض. حاجه كده. طيب. يلا بس الكلام خلينا نخلص شويه غريب قوي. طيب تعالوا النهارده ان شاء الله نخلص البوستيريور كومبارتمنت او الباك اوف نيك. يمكن لو حد فاكر العضلات اللي عاملين على الباك اوف نيك قسمناها الى سوبرفيشال وديب جروب، وقلنا سوبرفيشال جروب فاكرين عضلتين كبار قوي جاستر فينيس وسوريس، ويعني ممكن تلاقي منهم عضله صغيره لو كانت موجوده اسمها بلانتاريس. وعرفنا ان الجاستر فينيس والسوريس هم اللي عاملين الكف معايا او سمان الرجل. رفعنا العضلات اللي هي لقينا عضلات الديب جروب بدلناهم بعضله صغيره فوق على الباك بتاع نيل جون سميناها بوب ليكيس، تحت البوب ليكيس او بالتحديد تحت السوريا لاين، لان في عندنا 3 عضلات نازلين فيرتيكال. العضلات دي كان فيها حاجه غريبه مش عارف لاحظتوها ولا لا. ها العضلات بالظبط مش في مكانها او يعني مش في المكان المتوقع منها. العضله اللي موجوده على الميديان سايد على بتاع الباك اوف ليك او على الباك اوف تيبيا كان اسمها ايه حد فاكر؟ فليكسور ديجيتورا لونجس. غريبة تحت صباعي كبير دي كانت تبقى ديجيتورا لونجس. اللي كانت موجوده على الباك اوف دايفاجرام اسمها فليكسور لونجس. وبين العضلتين معايا مديب شويه في عضله اسمها تيبيالز بوستيريور. دي كانت اول حاجه غريبه ما كانت العضله. تاني حاجه غريبه كانت حجم العضله الديجيتورا اللي لسه تتقسم لفور تاندوز لانها عضله سمول سايز حجمها صغير. اما الهارشز اللي رايحه لصباع واحد حتى العضله كبير، وانا قلت لكم عارف العضله دي ان هي مالتي فينيت ضخمه قوي. فاكيد عضلات المالتي فينيت خدنا زمان عضله اسمها دنتويد وعضله اسمها سابس كابيولاريز بعد الاحساس بس. تعالوا افكرك بحاجه بسرعه يمكن لو بصينا عشان نتكلم عن الهارش والانسيرشن بتاع العضلات دي. العضلات دي النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ كلكم عارفين؟ حاجه اسمها بوستيريور تيبيال نيرف اللي هو تكملة التيبيال نيرف. لو جينا نتكلم عن الاوريجن، لو انت بصيت من الباب افكرك ان ده السوريا لاين معايا، وكان بيطلع هنا من السوريا لاين يبقى في فيرتيكال لاين او فيرتيكال ريدج قسم لك البوستيريور سيرفيس بتاع التيبيا لحتتين، حته لاترال اهي وحته ميديال. عندنا هنا ده الانتر اوسيوس ميمبرين واحنا باصين على الباك بتاعه. اما بالنسبه للفاجرا فده البوستيريور سيرفيس او الباك اوف ذا فاجرا. تعال نقول الـ3 عضلات بتوعنا طالعين منين؟ هم متعلمين الاوريجن بتاعهم باللون الاحمر. ايه رايكم؟ العضله اللي موجوده على الباك بتاع التيبيا كان اسمها فليكسور ديجيتورا لونجس معايا؟ يقول لك الفليكسور ديجيتورا لونجس هتطلع منين؟ اهي يقول لك تطلع من الباك بتاع التيبيا بالتحديد من الميديان اريا اوف ذا باك اوف ذا تيبيا. ميديان اريا مش انت قسمت الفيرتيكال لاين حته ميديال ولاترال؟ انا طالع هنا من الميديان اريا اوف ذا باك اوف ذا تيبيا يقول لك بيلو تحت السوريال لاين. مين العضله دي؟ مين العضله دي؟ فليكسور ديجيتورا لونجس. فليكسور هارشز لونجس تطلع منين؟ من الباب بتاع الفجرة بالتحديد يقول لك لور تلتين الباك اوف دي فجرة. طب دي لور تلتين هو الابر تلت بتاع الباك اوف فجرة في عضلات ماسكه فيه؟ ايوه فاكرين العضله اللي عامله زي الهورس شغل سميناها سوليس؟ سوليس فاكر سوليس كانت طالعه من ابر تلت البوستيريور سيرفيس اوف ذا فيجر. يبقى انا بقول لك لور تلتين البوستيريور سيرفيس بتاع الفابيلا معايا تطلع منه عضله اسمها فليكسور هارشز لونجس. ان اديشن للفيجر العضله بتاعتها كمان بتطلع من الباك اوف ذا انتر اوسيوس ممبرين. يبقى طالع من هنا فليكسور ديجيتورا لونجس اللي تطلع من مين؟ فليكسور هارشز لونجس. العضله اللي في النص تطلع في النص تطلع منين؟ عضله اسمها تيبيالز بوستيريور تطلع من الباك بتاع الانتروسيوس ميمبرين
وكمان ايوه من التيبيا. منين من التيبيا الحته ديت؟ ها بالظبط لاترال اريا على البوستيريو سيرفيس اوف ذا باك او البوستيريو سيرفيس اوف ذا تيبيا او باك اوف ذا تيبيا. يبقى عند تيبيالس بوستيريو تطلع من الباك اوف الانتروسيوس ممبرين وتطلع كمان من اللاترال اريا على البوستيريو سيرفيس اوف ذا تيبيا. تعالوا تاني ادي الاول عضله اسمها فليكسور ديجيتورم ودي فليكسور هانسز اللي في النص غريب تيبيالس بوستيريو. ادي الثلاث عضلات تاني اهو ادي الديجيتورم وادي الهانسز وادي التيبيالس بوستيريو. معرفش ملاحظين الفرق في الحجم ولا لا؟ شايفين شكل الهانسز حجمها قد ايه؟ طيب دول الثلاث عضلات بتوعنا. يمكن كمان مره ادي الاورجن يعني مرات المره اللي فاتت قلت الاورجن بس وبعد كده قلت العضلات بس. طب هنا هو الاثنين العضله والارجن بتاعها. ادي الفليكسور ديجيتورم لونجس ميديال اريا على الباك بتاع التيبيا وادي مين؟ هانشز لونجس لور تنتين البوستيريور سيرفيس اوف ذا فينجر والانتر اوسيس ممبرين اللي في النص تيبيالس بوستيريور لاترال اريا على الباك اوف تيبيا والانتر اوسيس ممبرين. تعالوا نبص مع بعض كده العضلات دي بالترتيب هتبقى انسيرتد فين؟ اول عضله عندنا الفليكسور ديجيتورم لونجس. خلي بالك العضلة ماشية على الميديال سايد تنزل داونورد. خلي بالك تعدي تحت هنا حاجة اسمها فليكسور ريتي ناكيولم اهو بص اهو عضلة تعدي دي تقول حاجة اسمها فليكسور ريتي ناكيولم. حد يقول لي كده هو ايه فليكسور ريتي ناكيولم ده؟ السكنينج اوف ذا تيم فاشيا بتاعة الليج على الميديال سايد اوف ذا انجل. طب حد يبص على الرسمة ويقول لي الاتاتشمنت اوف فليكسور ريتينانجل هو ماسك منين لفين؟ من الميديال مانوس او بالتحديد بوستيريور بوردر اوف ذا ميديال مانوس اهو بوستيريور بوردر بتاع الميديال مانوس يقول لحد تقريبا الحته دي عاليه شويه بنسميها ميديال تيوبريكل اوف كالكينيس. لحد فين؟ ميديال تيوبريكل اوف كالكينيس ذا اتاتشمنت اوف فليكسور ريتينانجل. العضله بتاعتنا هي فليكسور ديجيتورم لونجس معايا تعدي دي 2 فليكسور ريتيناكلوم. واعتقد انتوا عرفتوا ان تحت فليكسور ريتيناكلوم شفتوا هنشوف حاجات كتير قوي بتعدي معايا. فاكر الحاجات اللي تحت الاكستنسور ريتيناكلوم مين كان بيعدي؟ ايوه توم هاز مش عارف ايه والحاجات دي صح؟ طيب هنا برضه هنا احنا هنقول مش هنقول توم هاز هنقول توم داس تو داس نايس هاز دي الكلمة المشهورة. وفي كلمة تانية توم اند ديك اند نيرفس هاري ايه الهلاوس دي؟ طيب اختصار يعني انت لو خدت الكلمة دي أول حرف يبقى دي تي والدي والاي تبقى دي هو مين؟ دي التيبيالس ودي التيشيتورا وده الأرقي أو الفيسلز وبعد كده النيرف وبعد كده الهاوشز ودي تركيز الحاجات اللي مع التانية تحت الفليكسور ريتيناكيولم من قدام لوقت من قدام لوقت متخيل دي الترتيبه بتاعتنا. طب تعالى نرجع تاني يلا العضله اسمها فليكسور ديجيتورم لونجس موجوده على الميديال سايد تنزل ده وتعدي تحت الفليكسور ريتيناكيولم معايا. طب خلي بالك العضله بتاعتنا بص بقى كده يا جماعه اهي عدينا هنا هو تحت الفليكسور ريتيناكيولم نروح فين؟ خلي بالك العضله دي اسمها كالكينيس صح؟ الكالكينيس دي شايله فوق منها عضله ثانيه، مين العضله دي؟ اسمها تيرس. انتوا عرفتوا المفصل اللي من التيرس والكالكينيس اسمه ايه؟ سبتيلر جون. طب اسم تاني؟ ايوه كالكين جون. طب خلي بالك بقى، خلي بالك بقى التيرس قاعده على الكالكينيس، ازاي نحافظ على التيرس في مكانها؟ كعضله. يقول لك نطلع من الكالكينيس شايف ان طوق عضم شايف العظمه اللي طالعه ديت حته عظمه طالعه من الكالكينيس فايدك العظمه اللي طالعه من الكالكينيس يقول لك بتسستين التيرس ان اس بوزيشن نحافظ على مين؟ على التيرس في مكان. طب ايه رايك؟ حته العظمه اللي طالعه ده هي من الكالكينيس بنسميها سستنتاكيولم في العظم. اسمها ايه تاني؟ سستنتاكيولم سمعتوا الناس قبل كده؟ سمعتوه؟ اسم العظمه ايه تاني؟ سستنتاكيولم. سستنتاكيولم ده بروس خلي بالك من طول طالع من الكالكينيس كل طالع من الكالكينيس كل فايدته اللي بيسستين التيلس في مكانها. واضح ان السستنتاكيولم
الانتظام دي حاجه مهمه. عشان كده بيقول العضلات اللي هي معديه تحت الفليكسور اللي ماجر خلي بالك ورايحه للفوت او للسولت فوت والله يهمني ان انا اعرف العضلات دي ايه علاقتها بالسستنتاكيولا انتظام. هيقول لك ايه؟ في عضله عكسي توصل للفوت في مستوى السستنتاكيولا وفي عضله اباق الليفل بتاع السستنتاكيولا وفي عضله بيلو الليفل اوف السستنتاكيولا انتظام. بص معايا كده لو جبنا كالفينس لوحدها اهي ده اللاترال سايت بتاع الكالفينس ده الميديال سايت شايف حته العضله اللي طالعه دي ادي احنا بنسميه ايه؟ لو حد سالك ايه السستنتاكيولا انتظام؟ ايه السستنتاكيولا انتظام؟ طلع من الميديال سيرفس اوف ذا كالفينس كل الغرض منه ايه الفانكشن بتاعه؟ انه بيسستين ايه؟ التيرس اكس بوزيشن من فضلك العضلات اللي جايه من الباك اوف ليج ونازله للفوت هننسى علاقتها بالنسبه لايه؟ للسستنتاكيولا انتظام وهنوضح الكلمه دي ليه؟ قدام ادي السستنتاكيولا انتظام تاني اهو اهو متخيل؟ طيب بص معايا كده تاني نرجع العضله اسمها فليكسور ديجيتورم لونجس تنزل داون خلي بالك واضح ان العضله مكمله قدام اهو تقريبا فوق الليفل بتاع مين؟ سستنتاكيولا انتظام. طب ايه رايك؟ نخش السول اوف ذا فود وهنعمل كروسنج فروم ميديال تو لاترال اصل العضله اسمها فليكسور ديجيتورم لونجس وديجيتورم اصل رايحه تمسك فين؟ في اللاترال فود دوس. طب بص معايا كده في السول اوف ذا فود يلا بص اللي حصل ايه؟ ادي فليكسور ديجيتورم لونجس قعدت من الاول تحت فليكسور التيماكيولا وعدينا الليفل بتاع السستنتاكيولا انتباعي تعمل كروسنج سوبرفيشال تعدي فوق التندون بتاع الفليكسور اكسس لونجس. ما احنا عايزين نصحح الاوضاع العضله اسمها ديجيتور اللي موجوده ميديال لازم تروح في ايه؟ لاترال انت رايح للاترال فورتوم تعدي سوبرفيشال او تعمل كروسنج للتندون بتاع الفليكسور اكسس لونجس تمشي فروم ميديال تو لاترال. واضح ان التندون بتاع الديجيتور اتقسم الى ايه؟ اربعه سلابس رايحين يمسكوا فين؟ فليكسور ديجيتور لونجس في اخر عقل معايا؟ يقول لك رايح تمسك في البيز بتاع الترمينال فرنجيز اوف ميديال فور سوري لاترال فرنجيز اوف ترمينال فرنجيز اوف لاترال فور توز راح تمسك في الترمينال فرنجيز بتاع لاترال فور توز. متخيل اسم العضله بتاعتها ايه؟ فليكسور ديجيتور لونجس الاورجن بتاعها ورايحه تمسك في اللاترال فور دوز في اخر عقد شكرا بس. كل الدش اللي انا عمال اقوله ده والحدوته اللي عمال احكيها وعدت ومشيت وراحت وجت مش مهم عشان العقل مش مهم. متخيل؟ او تاني العقل نزلت ميجري عدت تحت الفليكسور ريتيناكيولا شفت ترتيبة الاستراكشرز بتاعت الفليكسور ريتيناكيولا من قدام تحت الفليكسور ريتيناكيولا من قدام لورا تقوم دس فيري نايس هيلز بالظبط يا اما توم داس فيري نايس هيدز يا اما توم داس ايه نايس هيدز ما ايه يعني ارض ومن فين يعني بزنس اختار اللي انت عايزه تمام. نزلت في الفوت لا استنى قعدت فوق الليفل بتاع الصف التاجر بتراعي تخش السولو بتاع الفوت عمل كروسنج سوبرفيشال للتندون بتاع الفليشر هاشز لونجس تمشي فروم ميديا تو لاترال ايوه التندون بتاعها اتقسم لاربعه سلابس يروحوا فين؟ رايحين للترمينال فرنجيز بتاعت اللاترال فور توز معايا؟ طيب ده يمكن بص كده اهو شفت الكروسنج في السول اوف ذا فوت اهو ادي التندون بتاع الهامشيز وراح معدي عليه التندون بتاع مين؟ فليكسور ديجيتورو لونجس. يقول لك ما هو اصل في السول اوف ذا فوت هنصحح الاوضاع اللي لاترال نجيبه ميديال واللي ميديال نجيبه لاترال في المنظر الاكس شيب في السول بتاع الفوت. طيب يمكن ده شكل برضه كروسنج بادي ديسكتد اهو معايا التندون بتاع الفليكسور ديجيتورا لونجس. سيبك من الفليكسور ديجيتورا لونجس التاني العضله الثانيه اسمها فليكسور هاشز لونجس. حد فاكر فليكسور هاشز لونجس اورجن طلع منين؟ ها لور تنتين البوستيريور سيرفيس اوف ذا فيبرا سالتني كمان ها من انت روسيس من برين طب خلي بالك اهو هو دوت الاورجن بتاعها. طب تعالى ننزل بقى ده شكل العضله اللي كتبونا بكذا لون سيبك منها اهو
نايس. النيرف هيرس اللي هو مين؟ الهيرسس. يبقى الهيرسس هي الموست بوستيريور اكتر حاجه ورا، تعدي دي تو ذا فليكسور ريتينيكولم. ايوه خلي بالك تروح فين. ايه علاقه الهيرسس بالسبتنتاكيولار سلاي؟ طيب يقول لك الهيرسس دي ليها حدوته طويله قوي بس مش هتطول عليك. بنقول الهيرسس تعمل جروب على الباك بتاع التيرس. لو كان التيرس انت عامل جروب على الباك بتاع التيرس وتعدي هنا اهو تحت مين؟ الليفل اوف ذا سبتنتاكيولار سلاي. خلي بالك ان انت عامل سبورت للعظم بالتندون بتاع الفلكسور هيرسس لونجس. توصل للسول اوف ذا فوت. ايوه خلي بالك في السول اوف ذا فوت التندون بتاع الفلكسور هيرسس لونجس كروس ذا سوبرفيشال باي فلكسور ديجيتور لونجس. الانسرشن بتاع الهيرسس لونجس تروح تمسك فين قدام؟ في البيس اوف ذا ديستال فالكس اوف ذا بيج تو. وانتوا عارفين بدل ما احنا بنتكلم على الفلكسور جروب يبقى انت بتمسك في البلانتر سيرفيس معايا of the base of the terminal of distal phalanx of the lead tube. اسم العضله بتاعتنا flexor hallucis longus. حتى بيقول لك flexor hallucis longus وهي ماشيه اكنها بتعدي على كذا بقره. عارف ان بيبقى عندك حبل معدي على كذا بقره او كذا ترس نفس المنظر معايا. نهايه العضله بيقول لك في عندك تو سيسامويد بون. فاكر حاجه زمان اسمها سيسامويد بون معايا؟ بتعدي ايه بين تو سيسامويد بونز. مش عايز اخش في تفاصيل العضله قوي، كفايه قوي انت عارف جايه منين، راحت فين، قعدت فين في الفليكسور التناكلم. اعرف انت حاجه اسمها سبتنتاكلم تلاي. تعالى على العضله الاخرانيه اللي موجوده عندنا على الباك اسمها تيليانس بوستيريور اللي طالع ان هو من انتروسس ممبرين ومن اللاتراكيريا على الباك اوف ذا تيبيا اهي تعدي تحت الفليكسور التناكلم معايا. خلي بالك هي الموست انتيريور اكتر واحده ناحيه قدام. طب خلي بالك في السول اوف ذا فوت ها التيبيالس بتعمل ايه؟ لما نوصل للسول اوف ذا فوت ها حد عارف الانسرشن بتاعها تمسك فين؟ بص على السول دي كده كويس قوي، فين ميديا بلاتر؟ يعني الناحيه دي كده لاتر وكده ميديا. في عندك عضله هو عكسنا سوري كده لاتر وكده ميديا. هو عكسنا هو عكسنا عكسنا كده لاترال وكده ميديال. بس انا بقول على ان اهي هو بدات او كده لاترال صح؟ ايوه والناحيه دي ميديال. والله انا مبسوط قوي في حد صحيح مين العضله جايه فروم لاترال تو ميديال كده؟ عضله جايه فروم لاترال تو ميديال واضعف السول بتاع الفوت بالعرض ده التندون بتاع الفيرويس لونجس لو حد فاكر اهي. طب يا تيبيالس بوستيريور خلي بالك جايه فروم ميديال من تحت الفليكسور ريتينيكولم معايا. العضله بتاعتنا خلي بالك بتمسك في كل الترس بون ما عدا التيرس. اداني ماسكه فين؟ حتى بنقول التيبيالس بوستيريور مش اسمها تيبيالس بوستيريور تمسك في كل الترس ما عدا التيرس. انت متخيل؟ وتمسك في كل الميتا تارسلز ما عدا الاولانيه والخامسه. او تاني العضله اسمها ايه؟ تيبيالس بوستيريور. قول الانسيرشن بتاعها ماسكه فين؟ كل التارسل بونز الست انماط التارسلز اللي تمسك فيهم او اكسبت مين؟ التيرس معايا؟ وتمسك في كمان فين كمان؟ ميتا تارسلز. انت عندك كام عضله ميتا تارسل؟ خمسه. خمسه معايا؟ ممكن تقول تمسك في كل ميتا تارسلز ما عدا الاولانيه والخمسه. او مش عاوز تقول كده قول ماسكه في الميتا تارسل اثنين وثلاثه واربعه. ما هو هتمسك في الثلاثه اللي في النص وكمان ماسكه في التيوبروسيتي او التيوبريكل بتاع النافيكولار بول. التيوبروسيتي بتاع مين؟ النافيكولار بول. ما هي ماسكه في النافيكولار بول دي واحده من التارسل بول. انت كمان بتمسك في التيوبريكل او التيوبروسيتي بتاع مين؟ واضح ان العضله دي مهمه قوي ان هي بتمسك العظم بتاع الفوت كله مع بعض تقريبا معايا. طب ليه تيبيالس بوستيريور ماسك في كل الطرف يكون معانا التيبس؟ هتفكر او الارامل ليه؟ اصل التيبس موجوده فوق خلي بالك وهي اللي راكبه مع التيبيا عشان تعمل الانكل شوي. وانت مش عايز التيرس عضلات تشد فيها جامد قوي وتحركها من مكانها لتضعف الجوينت او المفصل بتاعك.
متخيل؟ يبقى كان لازم العضله بتاعتنا اسمها تيبيالس بوستيريور تمسك لكل الطرس الجون ما عدا اكسبت مين يا جماعه؟ التيرس. اه لا انا مش عايز امسك التيرس. متخيل؟ طب ده الانسرشن بتاعنا. طب تعالوا نبص كده، لو تخيلنا ان ده كده السولو ده فوت، شايف اللون الازرق ده؟ او ده التيبيالس بوستيريور وهي رايحه تعمل مالتو بالاكستنشنز عشان تمسك في الحته اللي قلنا عليها. باين قوي في الصوره دي برضه كمان في مين العضله اللي هي بتتقسمت لاربعه باللون الاصفر؟ الجدور معايا؟ طب والبلون الاخضر اهي؟ ادي الفايز كروسنج او الاكس شيب اللي موجود في السول او دي فول. السول جميله قوي، يبقى لك حاجه كمان، شايف العضله اللي جايه فروم لاترال واقطع من العضله اهي مين؟ فيرميس كونجس. طب ومين الصغيره اللي خلصت هنا دي؟ الفيرميس بريز. الصوره دي مبينه لك العضلات وهي واصله للسول دي فول، مين ماشي فروم لاترال ومين ماشي فروم ميديا. الكلام ده مهم عشان نفهم علاقة العضلات دي بحاجة اسمها ارشز او ديفوت. انت متخيل؟ طيب لحد كده اهو، يمكن ده التندون اهو بتاع التنس بوسير وهو رايح انسيرت في الفوت. تعالى نقول العضلات دي ايه الاكشن بتاعها؟ مين يقول لي؟ ثلاث عضلات اللي طالعين من الباك دي جروب بلو السوليار لاين، تعرف تقول لي ايه الاكشن بتاعهم؟ لانتر فلكشن. بالظبط، انت ماسك في السولو ديفوت، فانت لما مشيت على السولو ديفوت يبقى انت بتعمل حاجه اسمها بلانتر فليكشن. اه ايه تاني غير البلانتر فليكشن؟ والله الجدور هتعمل فليكشن لكل الجوينتس بتوع اللاترال فور توز. فليكشن اوف اول جوينتس اوف لاترال فور توز. طب فليكسر هارف دوم بتعمل ايه؟ فليكشن للفريست تو. صح ولا لا؟ طب العضلات ليها اكشن تاني؟ اه هنعمل ايه؟ ايوه فاكرين؟ اي عضله فيها كلمه تجاريس تعمل انفرشن، اي عضله فيها كلمه ترميز تعمل انفرشن. يعني لو عايز اجمع، بص بقى فليكسور هارسز لونجس، حد يقول لي اكشن هارسز لونجس لحد دلوقتي تعمل كونتر فليكشن وفليكشن لكل الجوينتس اوف ذا ريجلو. طب تيجي دور لونجس بلانتر فليكشن وفليكشن لكل الجوينتس اوف لاترال فور تو تبيالس بوستير. مين يقول لي؟ تيبيالس بوستير اكشن. بلانتر فليكشن وانفرشن. طب انا عايز ازود حاجه كمان، يمكن ده بلانتر فليكشن اهو بقيت ان هو الاكشن بتاع العضلات اللي قلنا عليها. ادي حاجه الانفرشن التيبيالس بوستيريور. تعالى نقول عندي عضله اسمها تيبيالس بوستيريور وهزود معاها عضله ثانيه اسمها فليكشن هارس لونجس. الاثنين بيسبور حاجه اسمها ميديال ارش اوف ذا فوت. بيسبورت مين؟ ميديال ارش اوف ذا فوت. عارف ازاي بيسبورت ميديال ارش؟ ازاي؟ مش فاهم. ها هي الفكره في حاجه، ان انت عندك الفوت عامل ارش كده صح؟ انت عايز تمنتين لو كان ده ميديال وكده لاترال، انت عايز تمنتين الميديال سايد الحته دي عاليه. طب امنتين عاليه ازاي؟ اركب العظم بحيث كان طول الفوت كده اهو، انا هجيب الوقت قصير يروح شايف كده اهو الاثنين ورا. اثنين او ثلاثه معايا، اجيب عضلات بص بص تمسك في نص الميديال سايد بتاع الفوت دايما تقعد تمرين. تشد على الحته دي لفوق، يبقى انت بتخلي الفوت او الميديال سايد اوف ذا فوت بشكل ارش. متخيل؟ طب ما ده اللي احنا هنعمله ايه؟ لما نقول العضله اسمها تيبيالس بوستيريور ومعاها الفليكسور هارشز لونجس. ايوه فاكر الفليكسور هارشز لونجس كانت موجوده لاترال ولا ميديا؟ فوق لاترال على الفيمر، وعديت تحت الفليكسور ريتناكم. ابدا اشد الشد يبقى اعلى لو ما جيبك من لاترال لميديا. اعمل كده اورش ثلاث اكشن قرب الانسيرشن تو ذا اورج، يبقى انت بتشد الميديال سايد في اتجاه اللاترال سايد، يبقى انت بتحاول تمنتين معايا الميديال ارش اوف ذا فلو. متخيل؟ طيب التيبيالس بوستيريور توجذر مع الفليكسور هارشز لونجس، وده اللي فسر لنا حاجه،
اشمعنى يعني فليكسور هامس ستونجس اللي قلنا عليها ماطي بالنيت ليه؟ اصل الشد بتاعها جامد قوي، انت عاوز تنتقل الميديا ارش اوف ذا فوت، انت متخيل؟ فلازم العضله بتاعتك رغم ان هي رايحه للصباع لازم تبقى ايه؟ باورفول في التراكشن او التنشن بتاعها في الشد، معايا؟ هزود في الاكشن بتاع العضلات التيبيالس بوستيريور والفليكسور ديجيتورا سوري فليكسور هامس ستونجس بيسبورت او بيمتين ميديا ارش اوف ذا فوت. طب ايه رايكم؟ فليكسور ديجيتورا مونجس بتسبورت ايه؟ الاثنين. الميديال ولا اللاترال ولا الاثنين؟ الاثنين. وليه؟ العضله موجوده على الباك بتاع تيبيا صح ولا لا؟ دخلت تحت الفليكسور الفينجرام هتمشي فروم ميديال تو لاترال. طب ميديال تو لاترال مشيت بالعرض ولا طلعت لقدام؟ بالعرض قوي يعني عايز اقول العضله جت كده اهو ماشيه كده بالعرض ولا وماشيه فروم ميديال تو لاترال بس طالعه ناحيه قدام؟ معايا؟ انت جاي فروم ميديال تو لاترال انت بتسبورت الميديال وكمان اللاترال معايا؟ لونجيتيودنال ارش. انت لو مشيت بالعرض السادن وغيرت اتجاهك يبقى انت بتسبورت ترانسفيرس. متخيل؟ او تاني عندي تجاس بوستيريو ديجيتورا تجاس بوستيريو والهارشز بيسبورت الميديال ارش اما الديجيتورا فبتسبورت الاثنين الميديال اند لاترال ارشز اوف ذا فيوز. معايا؟ عايز اوريكم حاجه ثانيه، حد يعرف يقول لي على الرسمه دي فين مكان السستين تاكلر بتراي؟ لو كان ده فوت فين السستين تاكلر؟ هو ده صح؟ هو ده السستين تاكلر بتراي. طب خلي بالك عايز اقول لك بقى على حاجه ثانيه، فين العظم اللي اسمها نافيكلر بول؟ حد يشاور عليه؟ بص شويه، فين النافيكلر بول؟ هي دي. فين التيوبريكل او التيوبروزيتي اللي طالعه من النافيكلر بول؟ هي حته طالعه من الميديال سايد بتاع العظم، اي مش الجزء ده كده؟ هو ده التيوبريكل او التيوبروزيتي اوف النافيكلر ده صح؟ آه على فكره على فكره نوع من انواع المينتنس او المينتيننج للميديال ارش بتاع الفوق. نجيب ليجامنت اهو. الليجامنت ده ماسك من اللي فين؟ من السبتكلر تلاي لحد النافيكلر بول. متخيل؟ طيب ده بتسمي ليجامنت ايه؟ هو جاي من السبتكلر تلاي بتاع الكالكينس. كالكينيو ليجامنت. بيقول لك خلي بالك الليجامنت ده مهم قوي. ليه؟ واحد من ضمن الليجامنت اللي بينتهي الميديال ارش بتاع الفوت ان يبقى في عندي ليجامنت ماسك لي الكالكين يسمع النافيكلر ويبقى قصير شايف العضلتين لبعض فيخلي الميديال ارش طالع لفوق. اسم الليجامنت ده ايه؟ بلانتر كالكينيو نافيكلر ليجامنت او ساعات بنسميه اسم تاني اه سبرينج ليجامنت. اسم تاني سبرينج ليجامنت. خلينا بالاسم الاولاني اسف. اسم ليجامنت ايه؟ بلانتر كالكينيو نافيكلر ليجامنت. مال بلانتر كالكينيو نافيكلر ليجامنت؟ الاسم؟ انا لسه ما قلتش حاجه خالص فيه، ده بقول اسمه بس. اسم ليجامنت ايه الاول؟ بلانتر كالكينيو نافيكلر ليجامنت. ماسك منين لفين؟ الليجامنت اسمه بلانتر كالكينيو نافيكلر ليجامنت. خلي بالك خلي بالك ايه رايكم لو جبنا عضله وعديناها تحت الليجامنت ده وعضله اسمها تيبيا
الليجامنت بوستيريور. بما ان الليجامنت خلي بالك بيسبورت الميديال ارش بتاع مش كده قلتها؟ الليجامنت بيسبورت مين؟ الميديال ارش. والعضله بتسبورت الليجامنت. اذا العضله بتسبورت الميديال ارش بتاع الفوت. ولا حد عارف مكانها فين؟ ولا حد عارف بيقول لي بس ادي السبتنتاجرام. عايز بس اقول لك على حاجه، ده السبتنتاجرام بتلاقي ودي انتيروس بتاع النابيبلر. الليجمنت اللي مشدود ده اهو الكالتيني نابيبلر او بلانتا الكالتيني نابيبلر ليجمنت. شدت الليجمنت ده خلي بالك بين العضل اثنين معايا، لكن الليجمنت ده قصير يشد الاثنين دول لبعض يخلي اتجاه الحركه بتاعت العضلتين يبقى ناحيه فوق. يبقى انت كده عامل ميديا الارش بتاع الفوت. يبقى الليجمنت ده مهم عشان يسستين او يسبورت مين؟ الميديا الارش بتاع الارش بتاع الارش. طب ايه رايك يا ده احنا كمان هنجيب عضله جايه من فوق جايه كده وتلف تنزل تعدي تحت الليجمنت. العضله دي اسمها تيبيالس بوستيريور. خلاص بقى بما ان التيبيالس بوستيريور بتسبورت الليجمنت والليجمنت بيسبورت الارش، اذا فالتيبيالس بوستيريور بتسبورت المعادله دي الميديا الارش او الفوت. فهمتوها دي ولا لا؟ معلش يبقى لو حد سال ازاي التيبيالس بوستيريور بتمنتين الميديا الارش اوف ذا فوت انها بت ايه؟ بتسبورت مين؟ الليجمنت. صح ولا لا؟ معايا؟ طب اسال سؤال تاني، ازاي التيبيالس انتيريور بتسبورت الميديا الارش اوف ذا فوت؟ انتيريور تيبيالس انتيريور. حد فاكر؟ لا ان الانسيرشن بتاعها كان في نص الميديال سايت بتاع الفوت. لو حد فاكر في الميديال سايت بتاع الفوت والميديال سايت والتميزو كفيرس اللي بتطرس الفوت مش انت بس كده؟ فلما تشد الفرو انت بتمنتين دولت الصمت اللي هو اعلى حته في القرش. يا عم لو عندي قرش القرش عامل كده معايا؟ يقولك اللي يشد كده من فوق اهو اتجاه الشد ده مين اللي هيشد كده؟ تيبيالس انتير. يبقى لو حد سال قول لي يا ابني العضلات اللي بتسبورت الميديا الارش اوف ذا فوت اللي عرفناها لحد دلوقتي، ايه العضلات اللي بتسبورت ميديا الارش اوف ذا فوت؟ اسمع تيبيالس انتيريور تيبيالس بوستيريور تيبيالس انتيريور انتيريور تيبيالس بوستيريور. ازاي الاثنين دول بيسبورت الميديا الارش؟ الانتيريور يقول لك يا جماعه خلي بالك باي بولينج ان انا اشد على الصامت او الطب اوف ذا ميديا الارش اوف ذا فوت ويخليه دايما ابورد او دايركت ابورد. اما البوستيريور او انها بتستخدم مين او بتسبورت مين؟ الليجمنت. معايا؟ طيب مكتوب عندكم في الكتاب هتلاقوا في اخر التجارس بوستيريور السطر النص اللي انا قلتهم دول مكتوبين معايا؟ بالظبط الصفحه اللي في نص الصفحه الفوقاني. طيب بص كده يلا يا جماعه بص معايا كده ادي الليجمنت اهو ادي الليجمنت التاني يعني المره اللي فاتت الدايجرام ادي الليجمنت ده اهو بلانتر كالكينيو نافيكولر ليجامنت اهوت في مكانه. طيب لحد كده عايز حد يقول لي ايه الاكشن بتاع التجاز بيصير على بعضها؟ انفيرشن وبلانتر فليكشن انفيرشن انفيرشن وبيسبورت الميديا الارش عن طريق انها بتعمل سبورت لمين؟ لليجامنت اسمه ايه الليجامنت؟ سبرينج ليجامنت بلانتر سبرينج ليجامنت او بلانتر كالكينيو نافيكولر ليجامنت. معايا؟ طيب عايز حاجه اقول لك فليكسور ديجيتورم لونجس اكشن سامعني؟ فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور ديجيتورم لونجس ده سامعني؟ زودت عليها حاجه كمان اه بسبورت الميديا ولا انا عشان ده هاف از نوت فليكشن بلاتر فليكشن بلاتر فليكشن كل الجوينتس بتاعت البيك تو حاجه كمان بسبورت مين؟ الميديا ميديا ارش اب ده فوت. سؤال ازاي الفليكشن هارش لونجاس بتسبورت الميديا ارش اب ده فوت؟ ان هي هي ايوه ده ايه؟ البرنج ليجامنت ان العضله
جاية from lateral to medial من فوق مثلا الفايبر انزل تحت الفليكسور ريتيناكيولوم معايا وانت معدي تحت الفليكسور ريتيناكيولوم خلي بالك خلي بالك العضله التراكشن او الكل بتاعها بيشد على الميديال ارش مش كده وبس العضله معديه تحت السفت انتاكيولوم تيلوي فانت كل لما تشد انت بترفع مين لفوق السفت انتاكيولوم تيلوي لما ترفع السفت انتاكيولوم تيلوي لفوق يبقى انت بترفع التيلس لفوق يبقى انت الاثنين مين الميديال ارش مش كده وبس العضله بتاعتنا مالتي بينيت يبقى الباور بتاعتنا جامده قوي وهي بترفع التيلس لفوق يبقى لو حد سالك والكلام ده هاخده لسه كمان قدام شويه انا كل دوت عمال امهد في حاجه اسمها ارش للدكتور ثلاث عضلات بيسبورت الميديا ارش تيبيالس انتيريور شفنا بيسبورت ازاي تيبيالس بوستيريور طبعا اسمها فليكسور هارش ستاركس التراكشن بتاعها والباور بتاع التراكشن او التراكشن بتاع العضله بتاعتنا مالتي بالنسبه معاك اعتقد كفايه كده على الثلاث اعضاء اللي هم التيم اللي انت اتكلم فيهم ممكن اتكلم فيهم على طول يا رب تعالوا النهارده نتكلم بقى نبدا المحاضره بتاعتنا في كل الماده كانت قبلها المحاضره اللي فاتت ما هي العضلات اللي موجوده عندنا في الباك او ديلاك تعالوا نبدا بقى البوستيريور تيبيا نيرف اند فيرسز اللي موجودين عندنا ماشي ما بلاش نخليهم فيديو هنا عشان ما يحصلش حاجه تعالى نبدا بقى في اسمها البوستيريور نيرف وكلام بالنسبه لك مش جديد يلا انت عندك البرنامج الوحش ده اه ايه انا مش متابع اهو متابع بقى تطلع فين مش عارف طيب يعني تاخدوا دقيقتين ريست في مكانهم كده قبل ما نبدا الشاب خمس دقايق نص ساعة مش كتير شوية ما تطلعوش طب خلاص لحد الساعة واحدة أنا واقف خمس دقايق لسه لحد الساعة واحدة مكان تقول بعدين هو الكنتينيوس أو الكعب الرجلي الليل معايا مش كده وبس ويمتد شوية لحد السول أوف ذا فوت ده بنسميه كالكينيان برانش يبقى لحد دلوقتي برانشات البوستيريور تيبيال نيرف عايز حد يقول لي موتور الديب جروب ومعاه السوليس سنسوري كالكينيا او ميديا كالكينيا برانش اللي بيختار الفريكشن والريتيناكل ويدي الجلد على الرجيل او على كعب الرجيل معايا؟ طيب ثلاثه ارتيك مرسو انجن شورت معايا؟ ويمكن دي الاماكن بنقول اللي بيحصل فيها انترابمنت الحاجات اللي ممكن تضغط على النيرف فاكرين زمان حاجه اسمها كارب الكارب سندروم؟ طب ايه رايك؟ لو اتضغط على الفوسيل دي بالنيرف وهو تحت الفليكسور ريتيناكيولا بنسميها تارسال تانل سندروم. ما هو كان اسمها كاربت تحت اسمها تارسال تانل سندروم ويدي اعراض وبريشر مش طبيعي. صحيح؟ على فكره في الفوسيل دي بالنيرف. فاضل لنا الفوسيل دي بالنيرف ياخد ثلاث دقائق بالظبط والبرانشات هتاخد ثلث ساعه. بالنسبه للفوسيل دي بالنيرف عشان ممكن تخش يجي ده لوك الصوره ده لوك ديستال ماشي انا عندي واحد من كل ده لوك ساعه بس يعني نص ساعه لما فات فاحنا ضيعنا طيب بوستيريور تيبيا ارتري يلا في ثواني انا مش هقول حاجه عايز حد يقول البدايه والنهايه لو البودر لو البودر لو البودر لو البودر لو البودر لو البودر as one of the two terminal branches of popliteal artery صح ولا لا؟ posterior tibial artery يروح فين؟ نفس الكلام اللي اتقال على النرف اللي تروح في الارتري ها يعدي تحت التنس ارش اللي ناس كتير عارفه اسمها سوليس اكمل معاك بصير تيبيال نرف يمشي من السوبرفيشال ومن الديب جروب في الابر تنتين بتاع الاجنام على تيبيالس بوستيريور بيجي من فليكسور ديجيتورا لونجس والهاشس لونجس في اللور تلت معايا يطلع سوبرفيشال ويبقى كفر ذا اوني باي سكين اند فاشل الارتري كروسد باي دي نيرف فروم ميديا تو لاترال صح ولا لا؟ انتهى فين الارتري؟ تحت الفليكسور ريتيناكيوم اللي اتقسم لتو تيرنال برانشز ميديا اند لاترال بلاند ارتس ما قلتش ولا كلمه جديده نفس الكلام اللي اتقال عليه القطعه دي عاطف تمام؟ غير بس ده حاجه صغيره الارتري اكملت لتو فين كوفيدنت مش قصدي يبقى ماشي معاك تو فين
بتطلع من البوستيريور تيبيا ارتري. بصوا بقى معايا كده اهوت، لو تصورنا مع بعض ان دي العضله بتاعتنا اللي اسمها تيبيا اهي، ودي جنبها الفيبرا كده احنا على بالك. يلا بص بقى المكان اللي قطع من البوستيريور والتيبيا الارضي اهو، ادي الارضي بتاعنا. يلا يا جماعه خلي بالك هينزل كده ويخش تحت الفليكسور بريتينالي. الرجال اول برانش بيطلع من البوستيريور تيبيال ارتري اهو، يمشي لاترالي ويلف حوالين الهيد او النك والهيد والنك ارتري فيرلس. البرانش ده بنسميه سيركمفلكس فابيولار ارتري. اسم البرانش ايه؟ سيركمفلكس فابيولار ارتري. على فكره اول برانش ده اسمه سيركمفلكس فابيولار ارتري، ويقول لك دايرين شيرف الانستوموزس اراوند الني جوينت. حد يفكر لي كده كام؟ بلاش بلاش سيركمفلكس فابيولار دايرين شيرف الانستوموزس اراوند الني جوينت. اعتقد انتوا عارفين ان الفيبر في ثلاث برانشات وخمس برانشات من الانتوكليتير اللي هم الشينيكلر واثنين تيبيال ريكارد انتيرو بوستيرو دول طالعين من الانتيرو تيبيال ارتري. ادي واحد عندنا هنا هو طالع من بوستيرو تيبيال اسمه سيركمفلكس فاير، يعني في 11 ارتري حوالين مين. في برانشات ثانيه تطلع من بوستيرو تيبيال ارتري. يا جماعه بص معايا البرانش ده اهو، برانش جميل قوي، يمشي داونورد ولاترالي اهو لحد ما يوصل للباك اوف دي فابيولا. يفضل نازل داون، خلي بالك يقول لك البرانش ده ينزل اندر كفر العضله. مين العضله اللي ماسكه جوه التنتين التوسيل سيرفس اوف ذا كامل؟ اسمها فليكشن هاشز لونجس. الارض ده يا جماعه يقول لك نازل بين الفليكشن هاشز لونجس وبين الباك اوف ذا فابيولا. يعني لما تخش المشرحه معايا ما تتوقعش انك هتشوف الارض ده. الارض ده بنسميه بيرونيال ارتري. اسمه ايه؟ بيرونيال. اي حاجه لقيت في الفيلم فيها كبد بيرونيال. او تاني بيرونيال ارتري. عشان تشوفه لازم تشيل مين؟ الهاجز لونجز. الارض بيمشي بين العضله هاجز لونجز والبوستيريو سيرفيس اوف دي فيرت. طب ايه من البرانش ده؟ يبقى نمبر 1 عندنا سيركمفلكس فابيولا، اثنين عندنا حاجه اسمها بيرونيال ارتري. يا ترى بوستيريور تيبيال ارتري بيدي برانشين تاني؟ يدي برانش نيوتريال للعضله اللي اسمها تيبيال. يبقى تاني برانش عندنا اهو نيوتريال ده رايح للتيبيال. طب وليه ايه كمان؟ خلاص بقى ما طلع ماسكولار برانش للعضلات اللي موجوده في الباك بتاعك ايه؟ اربعه ماسكولار برانش. مين يجمع معايا؟ بوستيريور تيبيال ارتري. لحد دلوقتي مين كان برانش؟ اسمع ايه هو؟ سيركمفلكس فيبر ده راح فين ده؟ يلف حوالين الفيبر عشان يطلع قدام ويروح للاسنوز. التاني اسمه ايه؟ راح للفيبر اسمه بيرونيال. متخيل؟ طيب خليك على التالت البيرونيال ده دلوقتي، التالت برانش نيوتريان تو تيبيال. طب اربعه ادينا ايه؟ ماسكولار برانشز لعضلات الباك اوف ذا هيد. طب ايه رايك؟ خلي بالك خلي بالك بيقول لك ان بوستيريور تيبيال ارتري يبعت برانش اهو، البرانش ده يقابله برانش تاني جاي له من البيرونيال اهو، وسام البرانش اللي رايح يعمل انستموزس مع البرانش اللي جاي من البيرونيال بنقول عليه كوميونيكيتنج برانش. هنسميه ايه؟ كوميونيكيتنج برانش. مثال غريبه شويه، ليه البوستيريور تيبيا اللي طلع برانش يعمل كوميونيكيشن مع برانش طلع منه اسمه فيبيولار؟ مش غريبه؟ شبه غريب. عشان نعمل ايه؟ نزود الدم؟ لا اوبستراكشن. لو حصل اوبستراكشن لمين؟ للبوستيريور. طب هو
كاريكيريا. تاني اسامي برانشات ايه؟ ميديا المايور وميديا كاريكيريا. انا خلصت برانشات البوستيريو تيبيا القاضي عايز صح. برافو عليك يا حاج. يا حاج. كوميونيكيتنج مع الدول اسمه كمية. اخر كده على ميديا سايت. ميديا وميديا كاتينيا. واضح ان معظم برانشات البوستيريور تيبيا الخلفي على ميديا سايت. يعني اديت العضله اللي موجوده ميديا وفي النهايه قسمت الميديا اديت ميديا كانوا ميديا كاتينيا صح ولا لا؟ معايا؟ طب مين بيدي اللاترال سايت؟ بتاع اللينك. انا في السيركمفيرنس الفاميلر راح يدي يبقى انا مين؟ فيرو نير. الفيرو نير يقابل بص بص يقابل ابوه. يعني ايه؟ فيرو فيرو نير يعني ده هو هيعمل ايه؟ يطلع نيوتريانت للعضله اللي قايم عليها اسمها ايه؟ فاكر. يبقى الفيرو نير هيدي نيوتريانت تو دي فاكر. اثنين الفيرو نير بيدي ماسكولر برانشز. متخيل؟ مصر عضلات الباك وكمان بيجي يا جماعه عضلات اللاترال كومبارتمنت بتاعت الباك. مش احنا عندنا لاترال كومبارتمنت اللي هم بيرنيس لونجس وبريفيس ما شفناش بس الماشي هاد معايا؟ لو حد قال لك بيرنيس لونجس وبريفيس تبقى فين؟ من الفيرونير ارتري. يبقى ندي ماسكولر لللاترال كومبارتمنت بالاضافه او الاديشن في الباك وفلاك فيرونير ارتري. يا ترى ايه البنشات بيديها تاني؟ احنا لسه شايفين واحد هنا كان اسمه ايه ده؟ كوميونيكيتنج برانش. ده اللي هيجوين او يعمل اسبوز معاه. يا ترى هيدي حاجه ثانيه؟ ايوه انا لسه قايل من شويه يقول ايه؟ بيقلب ابوه. ابوه في نهايته ادى ميديا المانر وميديا الكاتينيا. هو في نهايته يدي اثنين اهو. لاترال مانر ولاترال كاتينيا. عايز اسمع برانشات البيرونيال ارضي. بيرونيال ارضي ايه؟ نيوترين. نيوترين 2 فيبرو. ماسكولار. ماسكولار. للناس كلها كانت كومبارت. كوميونيكيتنج. كوميونيكيتنج. برانش هو انتهى لاترال. لاترال مانر. لاترال مانر. لاترال كالكينيا. معايا؟ لا ده انا هقلد ابويا وهدي برانش زياده عنه كمان. في الاستاذ بتاعه يعني هيعمل ايه؟ بص بقى يدي برانش قبل الترمينيشن قبل نهايته يروح يطلع برانش يعمل بيرفوريشن يخترق الانتروسس امبرين. واسمي الارت ده ايه؟ بيرفوريتنج ارتري. بيرفوريتنج ارتري. بيرفوريتنج ارتري. طب ده اخترق الانتروسس امبرين ده رايح فين ده؟ البرانش ده رايح فين؟ لو كان عندنا ده الفوت ادي ميدي واللاتر المانيوس اهو وادي كده اهو الصور بتاعتنا. لو تصورنا ان ده فوق يعني اهو بصوا معايا كده جاي لك من قدام عمل بيرسنج للانتروسيوس ميمبرين بيرفوريتنج برانش او ديكيرير والله قال لك خلاص هو كل اللي هيعمله هيكمل الانستموز او يشف الانستموزس حوالين مين؟ الانكل؟ جون. اسم الارت ده ايه؟ بيرفوريتنج برانش. لا ده بص اللي بيحصل كمان بيقول لك ساعات البيرفوريتنج برانش ده يحل محل الارت اللي اسمه دورسالس فيليس. فاكرين حاجه اسمها دورسالس فيليس؟ في بعض الناس ده دورسالس فيليس ما يبقاش لو اختلف دورسالس فيليس مين الارت اللي يحل محله ويعمل ديستريبيوشن يتوزع في نفس الديستريبيوشن بتاع الانسايز ده بيرفوريتنج برانش بتاع مين؟ بيرونيال ارك. مين يقول لي؟ بيرونيال ارك لحد دلوقتي دي كام برانش؟ عايز اسمع برانشات البيرونيال ارك. بيرونيال ارك برانشات اسمع يا جماعه كلها ما خدتش خلاص يلا برانشات اليوم نيوتريتري فيرتين ماسكولار كوميونيكيتنج يعني كوميونيكيشن مع بوستيريور تيبيا الارتري. هل بعض؟
لازم المادة ولازم كاكينيا حاجة اسمها بارس بريف كمان شي يعمل بالفوريشن مين من انت راجع سنبريف يروح فين يشبر السموز رام ده اجل sometimes يعمل بالفوريشن يحل محل مين الترسالي سبيدس معايا يمكن ده سير كومبلكس فابلر اهو وهو داخل في السموز رام بمين اهو معايا قالت بوستيريتيم يا خاطي وقالت كيرونيه يا خاطي يمكن ده شكل كومبليكيتد جراش ده البرفوريتد اهو تحت منه معايا قالت كيرونيه يا خاطي لازم تشيل الريفلكس والهاوش نوتس عشان نشوف تحتها اخر كلمه السيرفس انادمي السيرفس انادمي خد نقطتين نقطه اهي في نص او في الميدل بتاع الباك اوف ليج عند الليفل او ذا هيد اوف ذا فابل تمام خد نقطه ثانيه معايا عند الفليكسر ريتيناكولم في نص المسافه بين الميديان مانوس معايا والميديان تيوبيك اوف ذا كاكينيس لو انت وصلت الخطين دول النقطتين دول ببعض لايف يبقى انت رسمت مين؟ تستغرب لو جالك في الامتحان العملي ربط لك بوستيريو تيبيا باربي ولا نيم تو سبريتشز يعني هنسيب بس الباربي ما تقول بوستيريو تيبيا باربي تقول لك نيم تو فور سبريتشز اي حد مصر نيوترنت اي حد نيوترنت حلو ده هو مصر اي حد مش عظيم انجل بتاعت الانجل بتاعت بوستيريو تيبيا باربي انجل بتاعت بوستيريو تيبيا التيبيا عند الدور بوردر بتاع الفيديوس او السوريا لايف غير اسمه بس البوستيريو تيبيال نيرف تعالوا مع بعض ان البوستيريو تيبيال نيرف بدا از كونتينيويشن تكمله التيبيال نيرف والبدايه بتاعتك عند الدور بوردر اوف ذا فيديوس معايا ودي البدايه يبقى البوستيريو تيبيال نيرف بيبدا فين؟ عند الدور بوردر اوف ذا فيديوس از كونتينيويشن اوف تيبيال نيرف يروح فين؟ يلا يروح فين النيرف بتاعك؟ ياتي الضغط خلال في الاول يقول لك يخش الدج ازاي؟ يقول لك يعدي تحت التندنس ارش اللي ماسك فيها السوليس لو حد فاكر معايا يقول لك التندنس ارش اللي ماسك فيها السوليس بيعدي تحتها وصير تيجي النار وبس يعدي تحت التندنس ارش ويمشي تقريبا في الميدل اوف ذا باك بتاع الدج بين السوبرفيشن وبين الديب جروب يقول لك ان النيرف بتاعنا خلي بالك نازل في النص نايم على عضله اسمها تيبيالس بوستيريور وماشي بين عضلتين ميديالي ولاترالي بين الفليكسور ديجيتورا لونجس ميديالي والفليكسور هارس لونجس لاترالي الكلام ده يا جماعه في الابر تو ثيرد بتاع الليج لور وان ثيرد بيقول لك ان النيرف بتاعنا بيطلع من اندر كفر من تحت السوبرفيشال جروب اللي مسؤول والجاسترو فينس ويبقى كفر ذا اونلي باي سكين اند فاشيا اهو يسيب الليج انه يعدي ديب لحاجه اسمها فليكسور ريتيناكيوم يقول لك تحت الفليكسور ريتيناكيوم البوستيريور تيبيال نيرف يتقسم لتو ترمال برانشز بنسميهم ميديال اند لاترال بلاستر نيرفز يتقسم لايه؟ ميديال ولاترال بلاستر نيرفز اقول تاني البدايه بتاعتك فين؟ لور بوردر اوف ذا بوبليك ده كونتينيويشن اوف تكمل مين؟ تيبيال نيرف النهايه كونتينيويشن فين؟ تحت الفليكسور ريتيناكيوم من اتقسم الى تو ترمال برانشز ميديا ولابس الكفر نيرفز الكورس بتاعي خلي بالك ابر تنتين لور تنت ابر تنتين بين السوبرفيشال والديب جروب في اللور تنت ها النيرف بتاعنا يبقى سوبرفيشال كفر ديفايس كان فاشل طب وانت ماشي في الابر تنتين بين السوبرفيشال والديب جروب يا جماعه نايم على عضله اسمها تيبيالس بوستيريور وبين العضلتين الديجيتورا بلونجس والهاوسز لونجس طيب خلي بالك ادي الترمينيشن بتاعنا متخيلين صوره حلو قوي ادي باين ادي الفليكسور ريتيناكيولم وانت تحت الفليكسور ريتيناكيولم متقسم النيرف الى ميديا ولاترا بلانتر نيرفز مين يقول لي ايه علاقه النيرف بوستيريور تيبيال نيرف بوستيريور تيبيال عضلتين ها كان الاول ارجع زمان فاكر الكوبليتي الارضي ارجع زمان ارجع زمان ادي الكوبليتي الارضي خلي بالك ومعاه الكوبليتي اللي بين فوق منه وفوق منهم تيبيا نيرف التيبيا نيرف عامل كروسنج للباسنج فروم لاترال تو ميديا ميديا يقول لك النيرف نازل خلي
خلي بالك اهو ايه علاقته بالبوستيريور تيبيال ارتري اللي بتنزل على الميديال سايد يا بالكروسنج من الارتري فروم ميديال تو لاترال لاترال. بص بقى خلي بالك اخر شويه اخر شويه كان القاعده بتقول اي نرف هيعدي على الارتري المفروض يعدي فروم ايه تو ايه فروم لاترال تو ميديال مش احنا بنشيلها كده صح ولا لا نرف يعدي على الارتري يعدي فروم لاترال تو ميديال في اللور ليم في تو اكسبشنز في رجليه تو اكسبشن اول اكسبشن شفته قدام في الانتيريور كومبارتمنت ايه اللي حصل حد فاكر ها ان الانتيريور تيبيال نيرف كان لاترال سوبرفيشال رجع عمل تاني صح في الباك اوف لاك لا انا بدل ما اعمل كروسنج فروم لاترال تو ميديال انا هعمل كروسنج فروم ميديال تو لاترال دول تو اكسبشن بيني وبينك اصل انا عملت الكروسنج الاول كان في الكوبيشن اسرع حد فاكر طيب يبقى انا هقول لك بوستيريور تيبيال نيرف ايه علاقته بالارتري عمل له كروسنج فروم ميديال تو ميديال سوبرفيشال ده لاترال او بدل كلمه سوبرفيشال بقول ميديال بوستيريور ذا لاترال انت ورا متخيل؟ طب نرجع تاني بدل الجانب جيت اند طيب شفنا الكورس بتاعه ماشي فين في الابر ترتين لور ترت ايه علاقته بالارتري طيب اهو ودي اند زي ما اتفقنا اهو عمل كروسنج فروم ميديال تو لاترال طب تعالوا بسرعه نقول ايه البرانشز اللي بتطلع من البوستيريور تيبيال نيرف غير تو تيرمينال برانشز لو انت ميت الولاترال بلانتر نيرفز دول في السوبر ديفوت بيدي برانشات ثانيه اه ايه رايكم اسمع موتور سنسري ارتيكل بومري خلاص بقى العضلات بتاعت الباك خلي بالك ان السوبرفيشال جروب بتاع الباك اوف ليك خد من مين؟ من التيبيال نيرف وهو في البوبيتيال فوس فوق صح؟ هندي العضلات الديب جروب ومعاهم عضله من السوبرفيشال اسمها سوريس يعني حدي الفليكشن ديجيتورا مونجس والهامش مونجس والتيبيالس بوستيريور ومن السوبرفيشال حد العضله اسمها سوريس ده الموتور يبقى اند سنسري اند ارتيكولار ارتيكولار ما حدش هيعترض هندي الانجل جوينت هتعترض هندي الانجل جوينت طب سنسري ها ادي اللي هو دي ماسكولار برانشز ودي البرانش اللي رايح للسويس ايه رايكم؟ خلي بالك بص البرانش ده كده اهو شايف؟ النيرف بتاعنا قبل ما يخش تحت او في ناس بعد ما دخل تحت الريتيناكلم يطلع برانش قبل ما يتقسم لتو تيرمينال برانشز البرانش ده بنسميه